سنة طيبين، فهي بتبقى سنة جديدة. وحتى في آية حلوة في الإنجيل في سفر إشعياء، واتقالت في أكيد في إنجيل لوقا على السيد المسيح، اللي هي ينادي بالعتق بالعتق للمأسورين، ويبشر بسنة الرب المقبولة. السنة كل ربنا يدينا فرصة جديدة وبداية جديدة، مع كده ربنا بيقول لكل واحد لسه قدامنا فرصة ان احنا نتغير ان شاء الله للأحسن كلنا. انا وحضراتكم اي حد محتاج يتغير للأحسن لغاية ما ان شاء الله نوصل للسنة بنعمة ربنا. احنا مرة بكده اتكلمنا عن الثالوث، كان احنا عقائدية. فالنهاردة هنتكلم عن التجسد. مش عارف اللي منكم هيبقى أشطر مني، يعني مدرس أو خد حاجة في التربية، يعرف إن أنا ممكن لو عايز أحضر موضوع عن أي حاجة بحط 5 أسئلة، ولو أنا جاوبتهم ممكن أكون موضوع. حد عارف المعلومة دي؟ أول حاجة إزاي، تاني حاجة ليه، تالت حاجة فين، رابع حاجة امتى، خامس حاجة مش فاكرة. مش مشكلة، بس هما خمس اسئلة. احنا هنقول 4 اسئلة منهم بس: ازاي وليه وفين وامتى. حد عنده مشاكل؟ اول حاجة ازاي، يعني ايه ربنا يتجسد؟ انا اجابته عارفها يعني يقول ايه بقلبي او بعقلي كاملة، يبينني هو السؤال. طب مش انا مش معترض، احنا عايزين نلخصه عشان ابان حتى عندي اللي بيقولوا كده ايه البيزك او الحاجة الاساسية. ازاي؟ لا مالين مين؟ ازاي ربنا اتجسد؟ انا اسف نسيت اسمك، انا اخذ بيتر نسيت اسمك. مايكل قال جملة، قالك اخذ انسان ونزل وسطينا. كم واحد موافق على الجملة دي؟ يقول لي مش موافق، يقول لي مش موافق ليه؟ هقول تاني جملة مايكل بيقول ان ربنا اخذ شكل انسان ونزل وسطينا. حد عنده اعتراض؟ شكل معترض على فين؟ شكل انا مش فاهم مش فاهم. لا ما انا عايز بس نتناقش، يعني كلمة شكل، هل عندك احتراق؟ يعني لو قلنا جملة كلمة نمضي عليها، ربنا اخذ شكل الانسان، حد عنده اعتراض؟ ونزل وسطينا، حد عنده اعتراض؟ طيب هو طبعا كلمة شكل أو شبه دي كلمة موجودة في الكتاب المقدس، زي ما قالها معلمنا بولس الرسول الذي كان في أخذ صورة عبد، وحتى احنا بنقول في التسبيحة أخذ صورة طبيعة. بس أنا أقف عند كلمة شكل وعايزين نتناقش فيها. شكل ونتناقش فيها، دي جملة مهمة جدا جدا جدا. إيه المقصود بكلمة شكل أو صورة؟ لأن الكلمة دي ليها معنيين، تعرف 5 معاني. يعني إيه شكل أو صورة؟ ممكن لو طلعت لكم دلوقتي من المحفظة بتاعتي صورتي، أوكي؟ وممكن واحد يبقى شبه يقول ده صورة فلان، صح؟ يعني إما كلمة صورة معناها شبه أو مطابق
او مطابق، او لو انا الست العذراء ظهرت في قبه الكنيسه مش هقول دي صوره الست العذراء، صح؟ صوره الست العذراء لو العذراء ظهرت هقول لا ده شكل الست العذراء، صح؟ او صوره الست العذراء، يعني في العربي مش فارق. في فرق بين ثلاث معاني. احنا بنحاول نوصل، هقول جمله، هو في الاخر الموضوع كله اربع جمل بس احنا عايزين نبقى عارفين كل كلمه معناها ايه. كلمه شكل مش غلط بس هم اللي فاهمينها صح. في ثلاث معاني كلمه شكل قلناهم دلوقتي. اول حاجه لو طلعت المحفظه بتاعتي وطلعت صورتي ده شكلي، صح؟ في فرق بينه وبينه. طيب لو انا قلت ان في مثلا اخويا شبهي غلطت ولا قلت الحقيقه؟ في اخوات شبه بعض عادي مش جريمه، مش في اخوات شبه بعض ولا ده حاجه ما بتحصلش. فلو انا قلت ان فلان ده شبهي غلط ولا صح؟ صح. طيب لو انا شفت طيف الست العذراء في قبه، طيف جسم نوراني للست العذراء في قبه الكنيسه، مش ده شكل الست العذراء؟ ولا حد عنده اعتراض؟ طيب ايه الفرق بين الثلاثه؟ او عشان نوفر الوقت، السيد المسيح اخذ انه شكل او صوره من الثلاثه؟ ما هي كلمه صوره مش غلط بس معناها ايه من الثلاثه اللي انا قلتهم؟ شبه. هو خد التلاتة. براحتك. ايه المقصود بكلمة صورة؟ في جملة بلغة العربي من فسر الماء بالماء. لا أنا عايز توصف لي يعني إيه كلمة أخذ صورتنا. انا بتفهمني خالص، انا المفروض اروح. طيب هو معلش انا هقول لكم ايه الفرق بين الثلاثه وايه المعنى المقصود عشان في تعليم غريبه دخلت الكنيسه على الموضوع ده. السيد المسيح اخذ شكلنا وطبيعتنا بالظبط، طبعا عدا الخطيه وحدها زي ما احنا عارفين بنقول قال معلمها معلمنا بولس الرسول وقال في الجسر والروح. اخذ طبيعتنا بالظبط، يعني ايه كلمه اخذ طبيعتنا بالظبط؟ يعني اخذ روح انسانيه، اخذ نفس انسانيه، اخذ جسد انسان. ده اللي هو اول معنى اللي هو بتاع المحفظه، طلعت المحفظه وطلعت الصوره بتاعتي. يعني السيد المسيح اخذ ناسوت، اخذ ناسوت كامل. اظن التعبير اللي نسمعه كتير ان السيد المسيح اخذ ناسوتا كاملا. يعني ايه ناسوتا كاملا؟ يعني اخذ جسد، اخذ نفس، اخذ روح زينا بالظبط. طيب رقم اتنين ايه مشكلته؟ اللي هو واحد شبهي. ايه المشكلة؟ لأن في تعليم وده بيقول إن السيد المسيح جسد لكن الروح بتاعته هي الروح القدس. في تعليم كده كان، وحتى مجمع قسطنطينية حرامة. قال إيه؟ لو يشوف سامح موريس علينا. ليه التعليم ده غلط؟ ما هو انا بسال بقى. هل في الوقت بيسرقنا؟ احنا كده في 10 دقايق. انا ايه بس اتفضل. جسد انساني ونفس انسانيه. لا 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 روح انسانيه؟ هقول السؤال تاني. احنا قلنا في ثلاث معاني كلمة صورة أو شكل. أول صورة
زي ما قلت طلعت بطاقتي، طلعت صورتي، صورتي بالظبط نفس الوش نفس السمار نفس التقطيع نفس كل حاجة. اوكي، ده اللي عمله السيد المسيح، انه اخذ طبيعتنا بالظبط، اخذ جسدنا، اخذ نفسنا، اخذ روحنا، يعني روح انسانيه، نفس انسانيه، جسد انساني. طيب ليه لو انا قلت مثلا واحد شبهي، واحد شكلي بس مش هو انا، ايه مشكلته؟ لا مش طباعا، انا قصدي يعني السيد المسيح اخذ جسد ونفس بس ما اخدش الروح الانسانيه. ماشي، لو انا واحد سالني طب ايه اللي ده غلط؟ ايه المشكله؟ لا ما هو روحه ما ماتتش، هو روحه انفصلت عن جسده. حضرتك بس الشكل، هو شكله بيختلف عن شكله. ماشي، انا بس عايز اقرب، في فرق. هقولها لكم بالانجلش، identical similar disparate or separate. identical يعني بالظبط، similar شبهي، separate حاجه مستقله. ده مهم جدا عشان نشوف ليه الكنيسه كانت بتحارب الموضوع ده، عشان الوقت، انا اسف او عشان الوقت، خطوره ان انا لو قلت ان الانسان السيد المسيح ما اخدش طبيعته بالكامل زي ما بيقول في القداس، تجسد وتأنس، يعني أخذ ماسوت كامل، معنى كده إن المسيح لم يخلص طبيعتنا بالكامل. إزاي؟ هو إحنا إيه معنى كلمة إن المسيح خلصنا أو المسيح اتحد بينا؟ في تعبير قاله القديس أثناسيوس، قال زي ما الشمس بتشرق على شوية قاذورات، يا ترى القاذورات هترسخ الشمس ولا الشمس هتنضف القاذورات؟ الشمس هي اللي هتنضف. فلو المسيح ما اتحدش باي حاجه فيا، او اتحد بنص فيا ونص تاني لا، معنى كده ان انا طبيعتي مش كلها خلصت. لان المسيح لما يتحد بيا يقدسني ويطهرني وينضفني، وده هدف التجسد. قال له سؤال رقم اثنين ليه؟ كل المسيح يتجسد علشان لما يتحد بيا ينضفني من اللي فيا، مش انا بعد الشر الاقار يعني ارسخه. فلو انا المسيح اتحد بجسد ونفس وما اتحدش بالروح بتاعتي، يبقى معنى كده ان المسيح ما خلص الانسان بالكامل. صعبه ولا سهله؟ واضح انها صعبه. طيب يبقى نقول التعبير ببساطته ونحن عارفين ان السيد المسيح ازاي يتجسد، انه اخذ طبيعه الانسان بالكامل وصار بيننا. اخذ طبيعه الانسان بالكامل، ما ينفعش اقول ناقص روح ناقص نفس ناقص جسد. التعبير الثالث اللي هو بتاع الطيف ده قاله ناس اسمهم الجنوسيين، جنوسيين وناس اسمهم المانويين، دي تعليم قديم قوي، قالت ان المسيح ما اخدش جسد حقيقي، كان بيظهر ظهورات زي الظهورات بتاعت العذراء كده، يعني مجرد طيف بيظهر بيختفي. ويمكن التعليم الاسلامي بتاع ان المسيح شبه لهم ممكن يكون متاثر بشويه عقائد من نوعيه دي. طب ايه خطورة التعليم ده؟ كون المسيح ما اخدش جسد حقيقي معنى كده انه ما خلصنيش، انه كان لازم يتحد بيا علشان يخلصني. اوكي؟ طيب السؤال الثاني اللي هو ليه؟ ليه المسيح يتجسد؟ ثانية خمسة. ماشي صح، دي أول حاجة. احنا دلوقتي قلنا إيه؟ احنا قلنا الموضوع كله أربع جمل. ممكن نسمع أول جملة، إزاي المسيح اتجسد؟ بإنه عمل إيه؟ أخذ
صورة إنسان أو طبيعة إنسان كامل بين قوسين وصار بيننا. ليه؟ ليه السيد المسيح اتجسد؟ أول حاجة مايكل مش هيك؟ أستاذ هاني وأستاذ مايكل قالوا جملة، أهم جملة، الفداء. كان لازم يكون الفادي إنسان. بالظبط، لازم طبيعتنا تنتصر على الشيطان لما المسيح أخدها. أديكم مثل عيالي شوية. في قصة كنا بقولها للأولاد في ابتدائي. يقول لك إيه؟ يقول لك في واحد معلم في كل يوم الصبح ينزل الحارة يضرب أي حد في الحارة وهو ماشي. كل ما يعدي حد يعدي قدامه جد 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 يضربه. لا محوق كبير ولا صغير ولا شاب ولا بيلعب ولا اي حاجه، كله بيتضرب. لغايه ما في مره المعلم الكبير ده دخل وفي زعق، ومين ينزل لي مين ينزل لي؟ فنزل لي بس وانت قد كده. قال له عايز اقول لك حاجه بس. قال له ايه؟ قال له كلمتين في ودني. فالمعلم ده جري جري ما جاش تاني. كلمتين في ودنه فجري وما جاش تاني. الفكر قال له ايه؟ لا لا انا بس هو المفروض بيقول له ايه؟ هلعب بعيد؟ تفتكروا كده هو ده يعني ده ملخص القصه يعني. تفتكروا ايه الجمله اللي قالها الولد الصغير من الفتوه ده؟ الله يسامحك. لا قربت. قال له فاكر فلان الفلاني؟ فاكر فلان الفلاني؟ مين فلان الفلاني؟ ده واحد. قال له انا قريبي، انا قريبي واهل الحاره دول قرايبي. فلان الفلاني ده كان ضربه قبل كده في حاره تانيه. ملخص القصه على شكل مسيحي، الشيطان بيبهدل البشريه كلها. جه الصغنطوط ده قال له احنا بقى قرايب يسوع المسيح اللي ضربك على قبل كده، فاكره؟ جه على طول. ملخص القصه الدي دي. فكان لازم السيد المسيح ياخد تبعيتنا عشان لما ياخد تبعيتنا وينتصر على الشيطان ينتصر بينا. ينتصر بينا. يبقى ليه المسيح اتجسد؟ عشان يفدينا. اتنين، الوقت بيجري. لا ده خلاص الفداء. هم اربع كلمات ما تنسفوش ليه؟ ها؟ الفداء ده اساسي. ايه تاني؟ اوكي. ممكن نقول يفدينا. اتنين، يتحد بينا. كون المسيح يتحد بينا فيجدد طبيعتنا وتبقى اقوى في سلطان على الشيطان. ودي بره قالها القديس اثناسيوس. كان عندهم لعبه، قال لك القش لو جبته ورميته في النار، النار تاكله بسرعه. حط عليه ماده اسمها اسبستوس، تمسك القش وغطسه جوه الاسبستوس، حطه جوه النار مش هيتحرق. ده اللي عمله المسيح، جدد طبيعتنا عن طريق الاتحاد بينا. يبقى فدانا واتحد بينا. ايه تاني؟ كلمتين كمان عشان نخلص. ماشي التفسير. انا عايز الجمله الثالثه. ها الوقت التايمر بيجري. فدانا واتحد بينا. ماشي ده الفداء. اتحد بينا. الربط اسمها ايه بقى؟ اقولها انا. واحد يفدينا، اتنين يتحد بينا، ثلاثة يباركنا. فاكرين ابونا ادم عمل فينا ايه؟ قال له ايه؟ قال له ملعونا
الأرض بسببك، شوكا وحسكا تنبت لك. فلما جه المسيح حول كل لعنة آدم لبركة، لدرجة إن في تأمل قال أبونا منسى يوحنا، ده راجل حلو كده سافر سنة 70 80 سنة، قال حتى إكليل الشوك اللي طلع من نبت آدم المسيح مرضاش إن حد تاني يتعور بيه، خده هو يتعور بيه، وحول إكليل الشوك ده لسبب بركة ليه. المسيح حول كل لعنة لبركة. واحد وان انتوا خدتوا بالكم، المسيح في حاجات ما تفسرهاش غير المعنى ده. ليه المسيح جاب يوسف النجار؟ عشان يبقى خالي مش عارف سنة جسد ايه، بس عشان يبارك العواجيز. طب ليه الجسد من واحدة عذراء؟ عشان يبارك النساء او المرأة اللي كان كل ما تيجي سيرتها يقول ايه ما هي حواء وقعتنا. لا، ما في حواء جديدة اللي هي الست العذراء. بارك الفقراء لما كان فقير. طب الاغنياء ما لهمش مكان؟ لا، ليهم مكان. مش جه مجوس من المشرق عشان يقدموا هدايا؟ وحتى في تعبير كده كنسي انهم ملوك، ناس اغنياء. فربنا بارك كل حد، بارك الجواز وبارك البتوليه، بارك الاطفال وبارك العواجيز، بارك المراه وبارك الرجل لما تجسد منه اخر شكل رجل، وهكذا. المسيح حول كل لعنه لبركه. رابع كلمة بقى عشان الوقت، لكي يعلمنا، يبقى فدانا اتحد بينا باركنا علمنا. يعني ايه علمنا؟ انا برضو يعني بنحكيها للشباب، قلت لهم دلوقتي تخيلوا شوية ناس غلابة كل يوم الصبح بيصحوا يركبوا مواصلات زحمة، ينزلوا من المواصلات يشتغلوا طول النهار وياخدوا بالعافيه يعني قروش بسيطه، ويجي اخر الشهر يقعد يخبط راسه في الحيط ازاي يدبر فلوسه على قد احتياجاته، صح؟ تخيلوا هو قاعد في التلفزيون طلع له واحد كده وزير لابس شيك حاطط رجل على رجل، الشوز متلمعه، فبيقولوا يعني الناس بتعامل وبتعيط وبتخبط راسها في الحيط، ايه رايك؟ فهو بكل انعره قال لهم مفيش فقر في مصر، ده 200 جنيه بس ممكن الناس تعيش في البلد دي. ايه رايكم؟ ايه رد فعل قصاد التلفزيون واللي جوه التلفزيون؟ هيكسروا التلفزيون ولو طالوا رقبه المسؤول ده هيقطعوها، صح؟ نفس الشيء السيد المسيح بيقول لنا اهربوا من الخطيه، حاربوا الشيطان، اعملوا وسلوا ومش عارف ايه. طيب يا رب ما تنزل بقى وتورينا هتعمل ايه مع الشيطان؟ وده يعني اعمق من الحاجات العميقه اللي في التجسد، ان الله نزل بنفسه حتى يقول لك خلصت له ذراعه ويمينه القدوس، هو نزل بنفسه عشان يورينا نعمل ايه مع الشيطان. هو قبل انه يخش في تجربه مع الشيطان وينتصر عليه من غير قوته الالهيه عشان يورينا ازاي تنتصر. احتمل ظلم الاشرار عشان يورينا ازاي نحتمل ظلم الاشرار. قبل كل حاجه في حياته عشان خاطر يقول لنا كما حتى قالها معلمنا الرسول، كما ينبغي ان صار ان ذاك صار ينبغي نحن ايضا ان نتبعه. يعني اذا كان هو المسيح مشي كده لازم نمشي وراه كمان عشان نبقى زيه. يبقى احنا كده جاوبنا سؤالين، ازاي وليه؟ نسمعهم مع بعض. ازاي؟ لا نسيهم. ازاي ربنا اخذ شكل انسان كامل وصار بيننا؟ ليه؟ علشان يفدينا، يتحد بينا، يباركنا، يعلمنا. طيب فين وامتى؟ ماشي، امتى الاول؟ يهم ليه امتى؟ ليه في الزمن ده؟ في تعبير بيقول لك ولم ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امراه تحت الناموس، فده الزمن الاوبتيمم، ده الزمن المناسب. ليه؟ ثلاث دقايق. طبعا ده راي سيدنا الله بشمهندس، طبعا راي احترم.
طبعا ده جزء من الإجابة. أنا قلت الإجابة فضحك بالظبط. بصوا، زمن السيد المسيح حصلت فيه كذا حاجة متتالية، وبالتالي البشرية تقتنع إن ملهاش حل غير المخلص. أول حاجة، زمن السيد المسيح اتولد فيه كان جه قبليه حضارات عظيمة وإنسانية جدا، حطوا قوانين. حتى بيقولوا إن أقدم قوانين في العالم كانت قوانين سومرية، سومرية تبع العراق، حتى واحد اسمه حمورابي، فيها كلمة لا تقتل ولا تزني ولا تسرق، اللي هو يعني حط القانون اللي احنا بنسميه القانون الوضعي أو القانون الإنساني. يعني في واحد ممكن يفتكر إن القتل ده حاجة طبيعية؟ لا. فحمورابي ده عمل قانون، أي أقدم قانون في البشرية اسمه القانون الوضعي أو القانون الإنساني. إن الإنسان قال لك أنا لا، أنا عايز أسيطر على اللي بيحصل في البشرية ده، فهنحط قوانين تنظم الحياة. ما تعملش وما تسويش وما تأذيش وما تضربش، دي قوانين إنسانية. الزمن ده عدى والبشرية فشلت. جه زمن الشريعة، ظهر موسى النبي، طبعا ربنا ابتدينا ربنا وعمل الشريعه، او قال له ربنا قال له اعمل وسوي، اكتب الشريعه الالهيه، اكتب الشريعه الالهيه اللي انا قايل لك عليها. الشريعه في حد ذاتها من غير المسيح، وده قاله معلمنا بولس الرسول في روميا، من غير المسيح نفسها مش هي الحل. قال له لان انا ذهني انا بالاراده انا عايز اعيش في القداسه، لكن جسدي مبيع تحت الخطيه، انا جسدي بتدمر، طبيعتي بايظه، فالوصيه شخصت لكن مش عارفه اتعالج. فكده القانون الانساني ما عرفش يشفي البشريه. القانون اللي هو الوصيه او الناموس ما عرفش يشفي البشريه من غير المسيح. الحاله الثالثه اللي ظهرت الفلسفه. هو ده تقراها في روميا وغلط بمنتهى الاسهاب، يعني ان السجن ان هو الناموس مؤدبنا الى المسيح. الناموس شخص المرض وقال انت محكوم عليك بالموت والفساد. زي دكتور كده البطنه، دكتور البطنه شاطر يشخص، لكن مين اللي بيعالج؟ بتاع الجراحه. حاجه زي كده، لو واحد مثلا عنده ثلاث شرايين بتوع القلب مقفولين، دخل قلت له قلب يلا هتعمل عمليه، فين بقى العمليه؟ لا روح لدكتور القلب بقى، قلت له واحد القلب هو اللي يعمل لك العمليه، مش دعوه. حاجه زي كده، الناموس شخص لكن العلاج كان في ايدين المسيح. بالظبط. يبقى قلنا القانون الانساني، القانون الشريعي او التشريع اللي هو بتاع شريعه العهد القديم. الحاجه الثالثه الفلسفه والحكمه. انا عايز اقول لكم لغايه النهارده كل علم الفلسفه وكل العلم اللي هو علم النفس والكلام ده بذوره اليونان، مفيش حاجه عدتهم، بعكس العلم الوضعي اللي هو الطب والصيدله والحاجات دي كل ما بتتطور. فالفلسفه في قمتها وصلت اليونان، وبعد كده يعني مفيش حاجه عدت فيهم. حد من الفلاسفه كل مره بنسى اسمه، كان وصل لمرحله كان بيعلق على رقبته كده مصباح ومولع وبيمشي يلف في شوارع اليونان، فيقول له بتدور على ايه؟ قال له انا بدور على الانسان الذي بلا خطيه، بدور على حد كده بني ادم محترم ما بيعملش غلط. الحاجة التانية ان مثلا واحد زي ارسطو قال لك ده لازم اله الكون ينزل ويشوف حل للبشرية دي، هو لازم ينزل يشوف لها حل، مفيش حاجة محققة فيه. وحتى في واحد افلاطون مألف حاجة اسمها المدينة الفاضلة، هو حاسس ان العالم ده ما ينفعش حد يعيش فيه، فألف مدينة وهمية اسمها المدينة الفاضلة. فالبشرية اقتنعت لما وصلت عدت على المراحل دي كلها ان ملهاش حل غير في المسيح.
عدت على القانون الإنساني فشلت، عدت على القانون اللي هو الشريعة العهد القديم من غير المسيح اتشخصت بس ما اتعالجتش، عدت على الفلسفة والحكمة ما استفادتش برضه، عرفت ان هي فاشلة محتاجة مخلص يخلصها. اخر سؤال عشان الوقت خلاص، اين خلاص فرصت شكرا. طيب اين مش عارف ده فين جسد فين، لا مين الناس ده، انا قصدي يعني في بيت لحم طبعا شعب اليهود، يعني كان ربنا مدبر تدبيره ان الشعب اليهودي يحتك بثقافات وحضارات وشعوب لدرجة ان الكتاب المقدس اترجم 100 سنة قبل ميلاد المسيح عشان حتى البشرية تكون مهيئة انها تستقبل شخص المسيح. كان المسيح طبيعي انه يتجسد في بيت لحم، بيتجسد في ارض فلسطين من الشعب اليهودي لان هو اكتر شعب عارف ربنا، فسهل ان هو يتقبل شخص المسيح وبالتالي يعرف يبشر وسط العالم. بعد كده ربنا كان بيحضر الشعب ده عشان هي نقطة التجسد تبقى نقطة الانطلاق. يبقى احنا جايبنا اربع اسئلة، ازاي وليه وامتى وفين. ازاي؟ لا، ازاي المسيح اخذ طبيعتنا انسان كامل وصار بيننا؟ ليه؟ يفدينا، يتحد بينا، يباركنا، يعلمنا. امتى؟ لما البشريه اقتنعت ان ده القانون الانساني وريعه من غير المسيح ولا الفلسفه تقدر تخلصه. فين؟ من الشعب اليهودي في ارض فلسطين، لان هو اكتر شعب ممكن يكون مستعد انه بعد كده يكرز او ينطلق ناحيه العالم كله ويبشر بالمسيح. شكرا. بس خلص